طيب هنا الملكه، الملكه الملكه هي وهي بتلقي الخطاب وضعت صورة أبوها ثم وضعت صورة ابنها اللي هو تشارلز، ابنه اللي هي هيبقى بعدها ولي العهد بتاعها. ثم وضعت ابن تشارلز مين؟ آه ويليام الأمير ويليام أهو، وبعدين أطفال الأمير ويليام ثلاث عيال. الملك بينتقل في بريطانيا إلى أكبر الأبناء من الملكة إلى ابنها تشارل ومن تشارل أكبر أبنائه مين؟ ويليام والواد ويليام مين اكبر ابنائه الثلاث عيال دول فالمفروض الحكم هينتقل بعد ذلك للولد ده بعد ويليام وبعدين البنت وبعدين ايه كذا هنا في هذه الصورة نجد ان الملكة حذفت حفيدها الامير هاري يعني ويليام هذا اللي هو ابن تشارل تشارل مخلف مين مخلف ويليام ومخلف هاري حذفت هاري وزوجته ميجان وابنهم من الصورة ورفضت فالملكة هي اللي من البداية طردت أصلا الأمير هاري وزوجته ميجان أيضا الملكة منعت ميجان من ارتداء المجوهرات الذهبية نجد هنا في صحيفة الديلي ميل تحت عنوان أن الملكة منعت ميجان من ارتداء المجوهرات الملكية وبنجد الصحيفة بتعرض للصور إن أول صورة هي ميجا لوحدها والصورة اللي فوق هنجد صورة الملكة وفيه في أذنها حلق وبعدين ميجا في الصورة الأسفل بترتديه في الصوره التاليه في عقد في في رقبه الملكه وهي شابه وبعدين ميجان بترتدي في الصوره الاسفل وبعدين الصوره التاليه صوره الاميره ديانا بترتدي تاج وفي الاسفل صوره لميجان وهي بترتدي نفس التاج وطبعا الصحيفه بتقول في 32 صوره اخرى دخلت عليهم يعني انت ممكن تخش بنفس هذا العنوان وتشوف كل الصور ايه السبب السبب هو هذه المراه هذه المراه هي سبب كل المشاكل او هي يا عيني وجدت نفسها يعني منبوذه مطروده ودي ام مين ام ميجان اللي هي زوجة الامير هاري ودي طبعا كما نرى امراه بشرتها سوداء امرأة افريقيه امريكيه وهنا نجد ام الايه ام ميجان هنا بقى الايه ادي الملكه وادي ولي العهد ابنها تشارل الكبير وبعدين ويليام الظاهر هنا وبعدين ادي هاري متزوج من ميجان ميجان ممثله امريكيه وكما نشاهد طبعا هي ليست بيضاء هي قمحية مثل حالتنا يعني مين أمها بقى أمها هذه المرأة المنبوذة اللي هي إيه سمراء وسوداء اللون ففي عنصرية في العائلة الملكية البريطانية ومنذ اللحظة الأولى هم بيطردوا في مين بيطردوا في ميجان بل سنعرض لكم الآن ما كتبته الصحف الأجنبية في ذلك وحتى تعليقات من العنصريين في بريطانيا يقولون إن ميجان لا تصلح أن تكون زوجة للأمير وتعيش في الجو الملكي وابنها يكون من دماء ملكية وهي أمها سوداء في القرن الواحد والعشرين كما نشاء المهم الملكة إليزابيث ماذا فعلت؟ أجلت أو منعت الموافقة على زواج ميجان بهاري حتى ينجب أخوه الأكبر ويليام حتى ينجب لما أنجب ثلاثة أطفال واصبح بقى بترتيب هاري تاخر في العرش الى رقم خمسه وسته لانه الملك هينتقل الحكم لابنها تشارل وتشارل هينتقل الحكم لابنه مين؟ ويليام الواد الكبير ويليام هينتقل لابناء ويليام الاكبر فالاكبر ولو هم ماتوا كلهم الحكم ينتقل لمين؟ لهاري وتنتقل بهذا الشكل. طبعا هاري بقى ترتيبه كم يا معلم؟ الخامس او السادس في وراثه الايه؟ العرش البريطاني. فالملكه قالت لك في هذه الحاله ما فيش مشكلة انه نسمح للبنت اللي هي امها سودة دي ان تتزوج ابننا طلب من ابننا طالما ان الواد دماغه ضربة وكبير وواد مصمم وهيتزوج غصب عننا فايه؟ فخلاص نزوجه. ولما زوجوه البنت الامريكية ديت اللي هي قمحية اللون امها سمراء جرى امر عجيب لم يحضر الحفل من عائلة ميجان كلها الا امها. ابوها قالوا مريض، ابوها اصلا من القوقاز. طب واخوات وأخ وخالاتها وولاد خالتها وولاد عمها مقطوعه من شجره ميجان هذه السؤال هل ميجان هي التي منعت اقاربها من حضور حفل زفافها ام ان الملكه هي اللي قالت لا والله هؤلاء لا يشرفونه تعالوا نشوف الصحافه كتبت ايه في هذا الكلام أو في مجلة سيدتي وهي بترجم طبعا عن الصحف البريطانية عائلة ميجان ماركل اللي هي الزوجة دهيت تغيب عن الزفاف باستثناء والدتها فقط ادي الوالده في حفل الزفاف وهي بتبكي هنا نجد يذكر ان والده ميجن ميركل كشفت مؤخرا عن البغض العنصري الذي تصاعد ازاءها بعدما اقتربت ابنتها من ان تصبح جزءا من العائله المالكه البريطانيه وهنا نقرا ميجن ميركل تمنع والدتها من الاقتراب من طفلها ونقلت مجلة نيو ايديا الاستراليه عن مصدر مقرب من العائله المالكه، قالوا ان ميجن لم تسمح لوالدتها بالاهتمام بطفلها. وقالت ان ميجان لم تسمح لوالدتها بحمل طفلها ولو دقيقه واحده ولو لدقيقه واحده فقد كانت تستحم بسرعه فائقه وتهرع لاخذه منها مشيرا الى ان هذا التصرف ربما ازعج الايه؟ الوالده. وبعدين قالوا ان هم هيوظفوا مربيه غير تقليديه يختار يختارها اصدقاء لهما من هوليود. شفت المساله داخل فيها العنصريه كيف؟ طيب ويؤيد هذا يا جماعه انه كما عرضنا ان الملكه من اسبوعين هي اللي وضعت الصور وليس فيها لميجن ولا حفيدها هاري وقالت لهم بالسلامه انا ترضاكم وبعدين آه الامير ويليام اللي هو الاكبر بتاع هاري وزوجته بيوع... بيعاملوا ميجن وهاري هؤلاء باحتقار وازدراء. وبعدين الملكة نفسها بتقول لك أنت مش ابني وما أنتش في العائلة المالكة. فبالتالي هذا أشبه لما تكون حضرتك وأنت تكون في بيت واحد وبيطردك هتقعد؟ ما هتقول أنا هقوم أمشي. فالملكة فعلت كل شيء كي تطردهما من العائلة، بس الملكة طبعًا المكر بتاعها لا تود إن هي تعلن إن هي طردت ميجان وطاردت هاري. فتعمل إيه؟ فتفعل كل التصرفات هي والواد حفيدها ويليام من أجل أنها تطرد هاري وزوجته القمحية ف وتدفعهما هما, هما اللذان يعلنان إحنا خلاص يا ستي آه عاوزين نمشي إحنا ماشيين وبعد ذلك الملكة تعمل اجتماع وتقول طب أنا وافقت إن أنتم فعلا تمشوا ولكن هناخد إيه فترة إنتقالية إلى آخره. طب هذه أول مرة الملكة فعلتها؟ لا كلنا يعلم قصة الأميرة ديانا التي تم قتلها بحادث طيارة في نفق في باريس وادعوا إن حصل اختلال في عجلة القيادة إلى آخره كما سنأتي كل ذلك لأنها أحبت رجل مسلم يعني هو أصلا منحل وفاسق وفاجر وكل حاجة ولكنه إيه مسلم فراحوا المخابرات البريطانية رتبت الحادث مع المخابرات الفرنسية لدرجة أن هم المخابرات الفرنسية منعت الإسعاف من الوصول إلى ديانة في قلب باريس مش في حتة منعزل منعوا الإسعاف من الوصول لمكان الحادث ساعة ونصف لما تأكدوا ان هي نزفت وماتت ليه لانه كان يخشون ان هي تنجب من هذا المسلم فيكون اخو ملك بريطانيا مسلم وهذا مش كلامي مش كلام صبر مشهور المسلم هذا كلام ضابط مخابرات روسي قدم الادلة اكتب في اليوتيوب برنامج رحلة في الذاكرة الاميرة ديانا وده راجل روسي مسيحي وبيقدم الوثائق والادلة على تعمد وازاي ضباط المخابرات هو جايب تذكر السفر بتاع ضباط المخابرات البريطانيين وانتقالهم لباريس وتواجدهم في الحادث ثم امتناع الاسعاف النية تذهب نفس قصه قتل حسن البنا الله يرحمه المرشد العام لاخوان المسلمين في مصر. الاميره ديانا بس عشان نبقى فاهمين دي الملكه هي من ابنها الملكه تقريبا عندها 95 سنه. ابنها الامير تشارلز وده اللي هيبقى عليه الدور يبقى الملك، كان متزوج مين؟ من ديانا وطلق ديانا. بس هو انجب من ديانا مين؟ الامير ويليام اللي هو هيكون الملك وانجب هاري هاري اللي هو موضوع قصتنا ودي ميجا نهايه الست المضطهده عنصريا يعني فبالتالي لو ديانا بقيت وتزوجت من الرجل المسلم هتنجب عيل وبعدين هيبقى اخو ملك بريطانيا اللي هو ويليام هذا هيبقى اخو ملك بريطانيا مسلم وهذا غير مسموح فراحوا تخلصوا منه لدينا حالة تخلص ثالثة وهو جيرمي كوربين رئيس حزب العمال البريطاني هذا الرجل الملكة في حاجة عند الملكة اسمها المجلس الاستشاري. إحنا بنشوف في البرلمان البريطاني الحكومة بوريس جونسون أنه يشتم في المعارضة والمعارضة اللي هي حزب العمال بتشتم في الحكومة وخناقة وسحب الثقة ومنح الثقة والفيلم المسرح اللي إحنا بنشوفه إيه المسرح الجميل الحلو في البرلمان البريطاني. لكن بيبقى رئيس الحكومة وزعيم المعارضة الاثنان وآخرين بيبقوا اعضاء في المجلس الاستشاري للملكه يعني هم يعودوا يتخانقوا صراع الديكه في البرلمان امام الكاميرات واخر الليل الملكه تعالى يا واد تعال يا جونسون تعالى يا واد يا جيرمي كوربين ياتيان ويجلسان لما بيذهب بقى الملكه بيعملوا ايه يا معلم؟ بيركع ويقبل يدي الملكه خلاص بقى الخناقه بتاعتكم دي كبار وتصدر التعليمات لهما فجيرمي كوربين الملكه بحكم انها بتعين زي حزب العمال المعارض عضو في مجلس الاستشاري من تقاليد الحفل ويقسم اليمين يرقع ويقبل يده فجيرمي كوربن رفض أن يفعل هذا طبعا دفع الثمن غاليا هنا صحيفة الجارديان وجوجل مترجم العنوان يعني مجلس الملكة الخاص جيرمي كوربن لم يرقع للملكة وإنه زعيم حزب العمال حضر مراسم الانضمام للمجلس لكنه لم يتبع التقليد الركوع أمام كرسي الملك فقالوا له ما ينفعش يا معلم روح يا هو انت يبقى عندك كرامه روح وهذا في القرن 21 وبعدين هم الاعلام البريطاني شاتم جيرمي كوربن ان هو لم يحترم التقاليد ولم يحترم يعني لو في تقليد مثلا ان الملك يضرب واحد يقول له انت حمار عليه بالجزمه ما نلغيه يا عم اصبحنا في القرن 21 يا جماعه ده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيصف في الجيش في غزوه بدر ففي عسكري عسكري عنده مش عارف 15 و 16 و 16 و سنه 16 سنه عسكري لا راح ولا جه فكان ظاهر من الصف المفروض فالرسول ماسك عصا يسوى الصف فقال له قد اوجعتني يا رسول الله كان اسمه سواد الصحابه رضي الله عنه فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيقول له استوي سوا يا سواد فبيزوق العصا فقال له لقد اوجعتني يا رسول الله وده في الحرب وده وقته في عسكري ده وقته فالرسول صلى الله عليه وسلم كشف الملابس عن بطنه وقال له اقتص مني يا سواد تقبل سواد بطن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يعني كان هذا اخر انا اقول المعنى طبعا ولا يؤخذ منه علم شرعي يعني ها انا اشعر ان هذا اخر لقاء بك فاردت ان اقبلك يعني. طيب فادي جيرمي كوربن فجيرمي كوربن طبعا سقطوه في الانتخابات كما سنأتي وبعدين ادي ايه البي بي سي جيرمي كوربن يؤدي اليمين الدستوريه في ملكه المجلس الخاص وبعدين في هنا كاتبين بقى ان هو هل رقع ولا ما ركعش؟ ولم يؤكد حزب العمل ما إذا كان كوربن ركع وقبل يد الملكة أم لا و... و... وكان كوربن قد قال لا أتوقع الركوع على الإطلاق وقال لا أتوقع ترشيح لعضوية مجلس الملكة وذكرت نشرة المحكمة الصادرة عن قصر باكنجهام أن أن هذا اليوم اعترف جيرمي كوربن بناء على أمر صاحبة جلالة الملكة بتأكيد كعضو في مجلس جلالة الملكة الفخري وأخذ مكانه في المجلس وفقا لذلك طبعا هو كان متمرد خلال الفترة بقى اللي رفض يركع فيها لأنهم دعوه المرة ورفض ورفضوا وثاني مره ورفض وهكذا فكانوا يمنعون عنه تقارير المخابرات في البرلمان إلى آخره لحد ما يجي يركع ويبوس يد الإيه؟ الملكة. لابد تنكسر يا معلم، لابد تنكسر. وأنا أعتقد إن جيرمي كوربين لو أول ما يخلص دورته في البرلمان قالوا له كوربين أنت متحرش يا كوربين؟ الملف في القضية تطلع فلانة تقول والله كوربين ده حبني من سبعين سنة لما كان واد لسه شاب. وتحرش بي كيف قد قبلني دون رضاي فين يا ولي انت من خمسين سنه لانت انت حالا زمان عندك تمانين سنه واجير من كرب نفسه عجوز يقول لك تذكرت الايه دي قضيه معلبه زي في مصر كده السيسي لما يحب يحبسك يطلع لك يقول لك انه اخوان تلاقي حابس بيت